يتعطر يعني يتعطر يمشي قوس قوس سلام عليك بالضبط. ايوه ما ايش ايش البيت معطر معطر تيشن عطر اي ما بقي الا برايمين وبعدها تعدي على خير نتمسك نتفطر نفطر يعني اي نتفطر الله وبعدين تشطر هنا انت وانا اندفك هاللون ايوه قولها بالبيت انا تدري وشو اللي خايف منه خاف انه نعلن النتائج الاول ابو زيد لا ما طالع ابو زيد انت 90 يوم خلاص اطلع لا خلاص انا اجلس باب برنامج الواجر والله صدق ما شاء الله عليك والله ما حستك والله يعني يجي 90 يوم انتهى وقت البرنامج انت يجي سامي جعوني الاول صاحب المركز الاول بندر ابو زيد 300,000 يصفك احنا وانت زعلان كم 300,000 بس تقعد ما تتطلع يا ود انت راح هلاك لان المكان لا زوار لان المكان تعلق يقول لك لان المكان تعلق في قلبي هذه قصيده جديده اي لان المكان تعلق في قلبي وكل زاويه لها ذكريات الله لان المكان تعلق في قلبي وكل زاويه لها ذكريات كيف تبغاني اعدي واطلع من ذا البيت زي البنات الله تجي القاف البنات ذكريات اسلم ايوه الحين البنات يطلعن كذا اي لان البنات دائما ما شاء الله تبارك انا هني البنات ما شاء الله يتمسكها في الذكريات ما شاء الله عشان إيه؟ جبتها فاهم والله انك شاطر انت اسلم إيه؟ مزبوط ايوه مثل البنات لولا البنات ما كان فيه رحمه ما كان فيه رجال يا سلام اي لولا البنات ديني. ما كان فيه رجال البنات والرجال هم اساس الحياه لا حياه على قاف بنات اي البنات والرجال هم أساس الحياة الحياة يلا يعلك تموت ونفقدك بل ممات ايش رايك على القاف امشي على القاف لا الله معك من معنا معك من معنا الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك لا لا الله يخرب بيتك فال الله ولا فالك الله. يا رايد انت ساب انت ملك لا ما غلط حبيبي يلا يعني انت يا رايد صاحب مقاف مقاف شلون مقاف؟ المقال ايش هو المقاف؟ قاف يعني قاف اي قاف مقاف اوكي اللي يقفك ايوه لا تخلينا نعديها مثل الممات شلون الممات ما تعديها؟ يعني قصدك نعديها مثل ايوه مثل الممات ممات 90 يوم مرت حنا محافظين على الصلاة يا سلام 90 يوم واحنا محافظين على الصلاة الله من أيوه. رسالة إلى إلى جرف إلى دحديرة لا معنى من من رسالة إلى عطالة عطلين احنا شوف هذا شغل بالضبط إيه؟ عسى ربي يرزقنا من ذاك الباب البابات لا من لا ذاك لا ما تجي بابات لا يا بعد قلبي لا لا ما تجي ايش فيك الله يوفقنا الله يوفقنا بعد البرنامج من لما نطلع من ذاك الباب لا مو الباب نطلع من ذاك القراش القراش اي القراش ما تعرف القراش شنو قراش احنا نقول قراش شنو قراش عندنا بحايه هنا شنو قراش قراش يعني باب كبير والله هذاك القراش ونقفله على ظهورنا وناخذ الفراش الفراش ايه؟ ونروح ونستانس في هالدنيا ناكل وناكل يطلعنا برا ناكل فشفاش يا سلام فشفاش تعرف فشفاش؟ اي فشفاش مهلوك بطاطس صغيرة يا سلام الفشفاش ونروح الفشفاش. نشوف الوالدة والوالد والأخوات والأخوات يا سلام وبعدين اسمه يجينا مطر ويجينا رشاش 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 لو جوش راسك من وراء الشاش وبعدين تشوفنا وراء الشاشة كنا احنا شاش شاش وين لو أمسطك بالرشاش بعدها بموت وما عاد عندك ابو زيده ولا ما تموت انت انت اللي عييت انا تطلع 90 يوم تلقى بالطاقه تقول لا الطاقه ما بيت وقت تاخذ طاقه تحطها بواحد ممكن اعي لان هذه اقدار الناس لكن اقدار الله ما حد يردها ولا يجيها ويجيها هذه قدر مكتوب ومقدر وكل شيء له حد ومحدر حد هد رجال تنحذر ما عليك لك مجناه شيء شيء اي والله لو اضربك ابيات يا شيخ الشعر يا ليت الشعر زي شعرنا والله لا خاصة انت شعرك ما شاء الله عليه والله سد يعني شيء انا صراحة اقدم حر التعازي للشعار الثانيين يعني ليش؟ ما يملكون نفس كلياتك والله صدق ما يملكون انا ما تشوف ان جالس كذا ترى عربي يعني انا انسان واضح وصريح ما عندي لف ودوران انا جالس هنا بتمصلح لك صراحة يعني كيف؟
ما صاحبك بستفيد من شعرك واستفيد من ابي إيه. يمكن استفيد منك عشان ما تصوت ضدي يمكن بعد هذا. عطنا ابو زيد. ابكي على ما جرى لي يا اهلي، ابكي على ما جرى لي يا اهلي. شنو بعد؟ ما ابكي على ما جرى لي يا اهلي. لا الله يا خالي من الشوق، من الشوق وانا المولع على نار كيف بعد المول والمحب صرت تنسوني كيف 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 بعد المود والمحب صرت تنسوني لنا الله ولنا الله يا خالي من الشوق من الشوق أقوال المولع على ناري كيف 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 بعد المود والمحب صرت تنسوني ولنا الله يضلع يا حبني لا ويا روحي على شوفا يا وجد روحي عليه يا بريحاني لبست فضلا على يونست معروفا يا هلا لا يا لا لا يا لا لا لاني لا